إلى شعب الإيمان. قد يكون البيهقي رحمه الله تعالى في الجامع وشعب الإيمان، وما زلنا مع فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم. قال أخبرنا أبو علي الرذبالي وذكر السند إلى محمد بن إسحاق أنه قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل خصه على ظهرها. قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل خصه على ظهرها. قال: ولا يخال ابن عباس رضي الله عنهما إلا قد كان يذكر أن رسول الله كان يلبس خاتمه كذلك صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان وذكر السند إلى أبي الحسين قال أنه سمعه يقول: خرجت أنا وأبو عامر المعافري لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى ناحيته فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة رضي الله عنه؟ فقلت له: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل للرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل العاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل العاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال الحليمي رحمه الله: ولعل النهي يعني أن يجعل أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا إذا أكثر الحرير وصار المقصود من ذلك الثوب ما فيه من الحرير. وأما جلد النمر فإنما حرمه لشعره، فإن شعر الميت نجس، والدباغ إنما يكون للجلد فلا يطهر غيره. قال: وأما الخاتم لغير ذي سلطان فيحتمل أن يكون المراد به ذا السلطان ومن في معناه، لأن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به على أموال العامة والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم. فكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى المكاتبة، وعنده من ماله أو من مال غيره ما يحتاج إلى الختم عليه للمبالغة في حفظه، فهو في معنى السلطان وله إمساك الخاتم. قال: فأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون غرض آخر يكون له، فهذا الحديث أوجب أن يكون ذلك من الفعل الذي يدخله معنى الخيلاء فينهى عنه، والله أعلم. قال الشيخ: يحتمل أن يكون النهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان تنزيها، وقد ذكر الحليمي رحمه الله معناه. قال الحليمي رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يحلي لجام فرسه بذهب ولا فضة، وذلك مخالف لأن يتختم بالفضة أو يحلي سيفه أو منطقته بفضة، فيجوز، لأنه إنما جعل له من حلية الفضة في سيفه ومنطقته ما قل ولم يدخل في حد الصرف، إنما جعل له. ونفس مجاوزة ذلك إلى حلية الدابة صرف، لأن الدابة حاملته فلا تكون حليتها حلية له، وهو يحمل مصحفه وسيفه ومنطقته، فكانت حليتها حلية له كالخاتم. قال: وقد ذكرنا ما ورد في معناه في كتاب السنن. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. هنا الآن عندنا حديث ابن عباس يبين أنه يلبس الخاتم في اليمين ويجعل يعني فصه على ظهرها، وهذا خلاف ما ورد بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد لبس خاتم الفضة في شماله وجعل فصه إلى باطن كفه. والأصل في ذلك أن نقول الأمر واسع، لكن فيها إظهار أن لبس الخاتم لذي سلطان، هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم للحلية، كما قررت قبل ذلك وبينت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم من أجل الحلية، بل لبس الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم لبسه من أجل علة، وهو أنهم الملوك كانوا لا يقبلون الكتب التي تصل إليهم إلا بختم، فكان يختم الكتب بخاتمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان الاتخاذ هنا ليس للحلية ولكن للعلة. فإن كان الأمر للعلة فإن من اتخذه حلية لا يكون قد ائتسى الائتساء إن كان له حاجة. وهنا الحليمي قال بأن هذا إذن يحرم عليه أن يلبسه، وصح أنه لا يحرم عليه كما هو رجح بعد ذلك أنه النهي عن أن يلبس الخاتم إلا لذي السلطان قال نهي تنزيه، والصحيح كما قلتم أنه من لبس الخاتم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال حالي كحال النبي صلى الله عليه وسلم هيئة يعني يأتسي بهذه الهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو يأتسي بها بالهيئة، نقول القاعدة العامة هنا العادات تنقلب بالعادات إلى عبادات. والنهي عن ركوب النمار ليس للشعر كما يقول في هذا الباب، ولكن للحرير، جلود النمار من الحرير الذي لا يفرش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش الحرير ونهى
عن جلود السباع من أجل هذه العلة، والعلة الثانية التي ذكرها أيضا في هذا الباب، وأيضا النهي عن افتراش الحرير، أن يجلس على الحرير، لأن هذه كما قلت نعومة، والرجال الرجال فوق النعومة، النعومة للنساء لا للرجال. نعم نعم شهادة، نعم هذا صحيح، رضي الله عنك، كنت عارف التقييد عندك في هذا الباب. نعم وتنقلب بذلك. أما بالنسبة للحرير فحرام، حرام على الرجال، لأن النعومة ليست للرجال. وهنا نهى أيضا عن مكامعة اجتماع الرجل بالرجل تحت لحاف واحد بدون شعار، الشعار هو الثوب الذي يمس الجلد، شعار هو الثوب الذي يمس الجلد بدون شعار. نعم والمرأة والمرأة أيضا، لأن هذه تعتبر كما قلنا من الذرائع، وحسم المادة وسد الذريعة واجبة في شرعنا. نعم أما استخدام الفضة كما قلنا قد يجوز استخدامها تغيظا لأهل الكفر، أما إذا دخل حد السرف فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ذلك، وأيضا إن كان وازع إلى الخيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا هذا هذا الحديث الذي كان عمدة للجمهور على حرمة يعني استخدام أواني الذهب والفضة. نقف عند هذا. العادات الفوائد، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه مفسدة غالبة على المصلحة التي فيه. من لبسه في يساره مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه. نعم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما لبسه للتحلي كما قلت، لبسه من أجل أن 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 أن, أن أن يطوع به الكتب، لكن قد ورد أنه لبسه في الشمالي ولبسه أيضا في يمينه، ورد ذلك. السنة لم تترك شيئا من الأداب إلا بينته ووضحته. النعومة تفارق الرجولة، النعومة تفارق الرجولة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.